بدات الجلسه ديال اليوم على اساس باش يستكمل الزميل الاستاذ المسكيني كدفاع احدى دفاع ديال المطالبات بالحق المدني. الكلمه ديالو نادى السيد رئيس الجلسه على المتهم حسب مقتضيات الماده 423. الهبط عنده الشرطي باش يطلع للجلسه، رفض يمتثل، تعطات الكلمه للسيد الوكيل العام، طلب من المحكمه باش تطبق مقتضيات الماده 423. اسمحوا لي باش المواطنين من خلالكم والمواطنات يعرفوها، وباش ما يبقاش يتمارس التعتيم الاعلامي ويتقال بانه هذا السيد انتهكت عاوتاني مره اخرى حقوقه وشيء من هذا القبيل. هذا السيد هذا هو عن طيب خاطر تيرفض يحضر، ولما تيرفض يحضر المشرع تيعطي الحق لرئيس الغرفه باش يطلب من وكيل عام الملك، يطلب من الشرطي باش ينبهو باش يطلع المره الاولى ويعطيه الانذار المره الثانيه، واذا ما بغاش يحضر بواسطه القوى العموميه، لانه هو سجين ومتهم قرينه البراءه كاينه وكل الحقوق ديالو تمتع بها، فكما انه كيبغي يتمتع بكل الحقوق خصو يتمتع بكل ما يلزمه القانون على المتهم من قوانين، من ضمنها انه كما نص القانون المسطره الجنائيه اذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمه الحضور او تعذر ذلك يوجه اليه الرئيس انذار بواسطة تعاون من القوى العموميه يسخره الوكيل عام الملك، فان لم يمتثل المتهم الانذار جاز للرئيس في الحاله الاولى ان يامر باحضاره للجلسه بواسطه القوى العموميه، لان هذه ماشي مساله الخواطر كما قال واحد احد الزملاء في احدى تصريحاته، هذه مساله قانون ومساله مرتبطه بشروط المحاكمه العادله ومرتبطه بمساله تواجهيه. وانا ما تنفهمش واحد الانسان تيقول لك انا ماشي هو اللي في الفيديو، انا ماشي هو اللي يدير هذا الشيء وما باغيش يحضر، ما باغيش يسمع المرافعه ديال المطالبات بالحق المدني، وما عندوش الحق لا هو ولا غيره يتدخل في المرافعه ديال الدفاع سواء كان دفاع ديال المتهم او دفاع ديال الضحيه، لان هي مشموله بالحسنه. وبالتالي هذا هو الاشكال الان اللي مطروح هو ان السي 20 ما بغاش يطلع للمحكمه كيتسحب له. هذه مساله الخواطر، هي ماشي مساله الخواطر، حنا في واحد الدوله اللي هي دوله الحق، دوله القانون، دوله المؤسسات، كيطبق واحد القانون كما هو كيعطيه القانون الحق يمتنع الكلام. رئيس الجلسه عنده الحق يامر بالاحضار ديالو بالقوه العموميه، والى مرفض كيكلف كاتب الضبط ينتقل عنده للسجن ويقرا عليه ما راجع في الجلسه من مناقشات ومن مطالب ويبلغ بالقرارات، والى رفض يحضر في الكلمه الاخيره كيتبلغ بالقرارات النهائيه. اذا هنا اللي كيبان هو انه هذا الشيء كله ماشي هو ديال بوعشرين، هذا الشيء واحد الخطه اللي كنا كننبهوا لها منذ البدايه وكنا كنقولوها منذ البدايه حنا كدفاع المشتكيات، انه الطرف الاخر يريد التمطيط، الطرف الاخر يتهرب من المواجهه ديال الحقيقه القضائيه المره اللي ما عندها علاقه لا بقانون الصحافه ولا براي ولا باعلام ولا بشيء من هذا القبيل، عندها علاقه بالخرق القانون الجنائي. والان تيبان هذا النوع من الاستهتار هو اللي بغى يديره بالمحكمه، حاول يديره في الجلسه السابقه لم يتمكن، اليوم المحكمه كتناقش معاه دابا هذه القضيه هذه ديال مقتضيات اعمال الماده 423. نادوا عليه في الاول ما بغاش يطلع، صيفطوا عليه البوليسي ما بغاش يطلع، الان كاين امر بالاحضار ديالو بالقوى العموميه، فاذا لم يحضر مما لا شك فيه ستجري المناقشات والمرافعات في غيبته، وهنايا هو اللي تيحرم نفسه من حق الدفاع وتيحرم حتى الدفاع ديالو ان يترافع عليه. وانا متيقن غدا ولا بعد غدا اللجنه ديالو او بعض مناصريه او مريديه او اللي الناس اللي المهم هذاك حقهم غيقولوا ايوا حقها راه كذا ما عطاوش حقه. اذا هذه ما جات لا من عند دفاع المطالبين ولا من النيابه العامه ولا من داك الشيء اللي كان كيتروج ليه شحال هذه، من عنده هو وهو يتحمل فيها المسؤوليه، وحنا غادي نبقاو مستمرين في الدفاع ديالنا. الزميل اللي كان قصفري فيه المرافعه غادي يستمر، الدفاع ديال المطالبات بالحق المدني منسق متكامل وغادي يكون الختم ديالهم ان شاء الله يوم الجمعه، هذا بتنسيق نظر العدد ديال الدفاع، وسيتم الاعلان عن المطالب النهائيه يوم الجمعه لفائده الضحايا كلهن وكل وحده على حساب المركز القانوني ديالها، سواء اللي هما معانا هم الاتجار بالبشر او الاغتصاب او الهتك ديال العقل.